وسهلا ومرحبا، تحية رمضانية في هذا اليوم المبارك اللي تنشوفوا في تشهدوا فيه جمعية المغرب إنقاذ تتبرع لنا على واحد مجموعة كبيرة من المحتاجين والمحتاجات يعني النساء ورجال اللي واصلين واحد الدرجة ديال الاحتياج بمجموعة كبيرة من المواد الغذائية في هذه الأيام المباركة. الشكر الموصول لجميع المغرب إنقاذ اللي هذه المرة الثالثة ولا اللي تتبرع على واحد المجموعة ديال الإخوان والأخوات اللي محتاجين لهذا الدعم المبارك. لهذا تنشكروا هذه الجمعية بشكر كبير، واللي هي عندها واحد إشاع وطني على مستوى المغرب بكامله، نظرا لارتباطها بهموم ومشاكل ديال المواطنين والمواطنات. معكم جمعية مغرب إنقاذ، اليوم كنتواجدوا في سيدي سليمان مع جمعية نساء ونساء تضامنا مع الناس المعوزة. اليوم صدد توزيع قفف غذائية لفائدة 100 أسرة. من هذا المنبر كنبغي نشكر كاع الناس اللي ساهموا في هذا العمل الخيري من قريب ولا من بعيد، وكنشكر جمعية نساء ونساء اللي وفرت لنا الفرصة باش أننا نضامنوا مع هاد الناس هادو. وكنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، وإن شاء الله ما تكونش آخر عمل خيري في هذه المدينة ديال سيدي سليمان.